الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. قال وزير النفط الإيراني جواد أوتشي إن إيران تلقت $1.6 مليار عن السنوات السابقة لصادرات الغاز إلى العراق، وذلك بعد عدة أشهر من المفاوضات. وكان شركة الغاز الإيرانية قد ذكرت سابقا أن إيران تدين العراق بمبلغ $6 مليار، وتم إنفاق جزء منها على استيراد البضائع من بغداد. يشار إلى أن إيران تقطع بشكل مستمر الغاز عن العراق، ما يتسبب في انهيار المنظومة الكهربائية وسط اتهامات للحكومات المتعاقبة بالعمل على إبقاء كهرباء العراق رهينة للغاز الإيراني. أعلنت وزارة الزراعة في العراق أن باب الاستيراد والتسويق لجميع المحاصيل الزراعية مفتوح بين كل المحافظات ومن ضمنها كردستان العراق، مشيرا إلى أن من شأن ذلك تقليل أسعار المحاصيل الزراعية. وأكد المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أن كل المحاصيل مسموح باستيرادها ولا يوجد أي مانع للاستيراد من الخارج، مبينا أن مجلس الوزراء ومن أجل مواجهة أزمة الغذاء العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية أطلق العنان لاستيراد كل المحاصيل والمنتوجات. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 75 نقطة أساس لوقف التضخم وارتفاع نسب البطالة. وهذه الزيادة في الفائدة هي الأكبر التي يقررها البنك المركزي الأمريكي منذ عام 1994، وجاءت بعد بيانات مؤخرا لم تظهر تقدما يذكر في معركته ضد التضخم. وذكر البنك المركزي الأمريكي بأن الصراع في أوكرانيا والعقوبات تسببت بضغط إضافي على التضخم وعلى النشاط الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى ذلك أدت عمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم مشكلات سلسلة التوريد، ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. تعافت أسعار النفط الخميس من انخفاض حاد في الجلسة السابقة مدعوما بنقص المعروض النفطي، بعد أن أثار رفع سعر الفائدة الأمريكية مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى $119.28 للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $116.33 للبرميل بزيادة دولار وسنتين. وظل المستثمرون يركزون على نقص الإمدادات والطلب القوي، حيث قيدت العقوبات الغربية الوصول إلى النفط الروسي. إلى أسعار العملات والمعادن. إلى اللقاء.